إنجيل لوقا إصحاح 17 ورح نقرأ من الآية 11. وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليد، وفيما هو داخل إلى قرية استقبله 10 رجال برص فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين: يا يسوع يا معلم ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا واروا أنفسكم للكهنة. وفيما هم منطلقون طهروا، فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وانضي، إيمانك خلصك، إيمانك خلصك. يسوع كان في طريقه إلى أورشليم، وهناك مرة بقول الكتاب اجتاز في وسط السامرة، قال: وفيما هو داخل إلى قرية استقبلوا 10 رجال برص. لما تقرأ بالكتاب المقدس عن رجال برص لازم تفهم إنه البرص كان ضربي من الله حتى يدين الخطية. الرجل الأبرص كان شخص يعد نجس، ممنوع كان يقترب إلى الناس، ممنوع كان يبقى حتى في المحلة أو في البلد، كان البرص يعيشوا برية البلد في البراري. حتى كان في شريعة الأبرص بتقول لما كان الأبرص يمشي في الشارع كان دائما ينادي: أنا أبرص. حتى ما يقترب لي أي إنسان ويتنجس وكمان ينعدي. كان أبرص يشعر وكأنه هو منبوذ، وكأنه متروك، وكأنه مضروب، وكأنه خاطي. والشيء الخاص في القصة أنه هناك كان 10. شوف دائما الناس بتحاول تجمع ناس زيها. شوف واحد بحب يشرب مع مين بقعد؟ مع اللي بيشربوا. واحد هلكان بقعد مع الهلكين، أعطوا خمرة لهالك بقول الكتاب المقدس. واحد خاطي بتلاقي قاعد بين الخطاة، واحد مؤمن بتلاقي قاعد بين المؤمنين، عشان هيك نيجي على الكنيسة. لا، كانوا 10 برص. دائما الناس بتحب تتجمع بطريقة اللي في شيء بيناتهم مشترك. ناس بتفهم بصنعة معينة، ناس تفهم بالموسيقى، ناس تفهم هيك، ولكن دائما أطباع الناس بتجمعها مع بعض. ناس بتحب القرقرة بتتجمع مع بعض، شرب القهوة وقرقرة على الناس، مزبوط؟ كمان هذا بجمع الناس. بس هدول الأشخاص اتجمعوا مش لأنه أفكارهم متشابهة، مش لأنه في شيء كانوا متفقين عليه أو شغل معين، كانوا الشيء المشترك إنهم كلهم كانوا نجسين، وكلهم كانوا منبوذين، وكلهم كانوا خارج المحلة في الطرق. شعور غريب إنك أنت شخص حي ولكنك أنت ميت. في شخص بيقول الشخص الأبرص هو ميت يتحرك لهالدرجة هذه. لما تقابلوا مع يسوع بيقول وقفوا من بعيد حتى يورجينا ما بيقربوا. من يسوع ما كانش عنده مشكلة أمراض كثيرة، بيقول ولمس الأبرص فطهر. يسوع ما كان يهمه لا أبرص ولا مش عارف إيه، ولكن هني وقفوا من بعيد. والحلو إنه جزء من هدول الناس كانوا سامريين وجزء يهود. حتى تفهم إذا بتقرأ قصة المرأة السامرية بنعرف إنه كان في عداوة، مزبوط؟ كان في عداوة بين مين؟ بين اليهود والسامريين. وفجأة العداوة بطل إلها وجود. ليه؟ لأنه كلياتهم مضروبين بنفس الضربة.
حتى أيامنا بتشوف مثلا في عداوة بين العرب مثلا واليهود. تعرف إيش ممكن يجمع العرب واليهود مع بعض؟ إما الخطية أو القداسة بس. بتشوف بالشارع بنشوف واحد حجاج ماشي عربي مع يهودي، بطل فيه هناك سياسي، بطل فيه أخذ له أرضي ما أخذ ليش أرضه، قتل له ابني، كل هاي بتروح الأشياء. ليه؟ الخطية تطلعش، إبليس بهمش معتقداتك السياسية ولا الوطنية ولا اللاهوتية، المهم عنده يدمرك. غريب، سامريين وبورس مع بعض، بأكلوا مع بعض، بيشربوا مع بعض، بتخبوا مع بعض، شو اللي جمعكم؟ المرض، البرص، ضربة الخطية. والكتاب بخبرنا لما وقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا. شوف الإنسان الخاطئ، الإنسان الهالك، الإنسان اللي مضروب بهذه ضربة البرص، عارف إنه محتاج للرحمة، مش بس محتاج للشفاء، محتاج لرحمة الله. يا معلم ارحمنا. فنظر وقال لهم اذهبوا وروا أنفسكم للكهنة. شو يعني هذا الكلام؟ لما بنقرأ الكتاب المقدس نعرف إنه واحدة من الوصايا اللي ربنا حط على إنسان أبرص قد شفي لازم يثبت شفائه إنه بيروح عند الكاهن، والكاهن بيختم أو بيصادق إنه شفي. إذا الكاهن ما صادق إنه هذا شفي، معناته ما شفي. أنا بدي أكو تتخيلوا الجماعة دول عشرة صرخوا يا يسوع يا معلم ارحمنا. شو يسوع قال لهم؟ روحوا ورجوا نفسكم للكهنة. لا صلى لهم ولا حط إيده عليهم ولا قال لهم شفيتوا روحوا ورجوا حالكم للكهنة حتى تاخذوا مصادقة، بس قال لهم روحوا ورجوا حالكم للكاهن. وبقول الكتاب وبينما أو فيما هم منطلقون طهروا. تعرف أما عجيبة هاي، في إيمان بهذا الكلام، إن هدول الناس بالحقيقة ما حصلوش على إشي من يسوع حتى يحملوه ويروحوا على الكاهن، بينما صدقوا بس الكلمة اذهبوا. وبقول أنت بدك أنا أروح أورجي حال الكاهن؟ أنا مصدقك يا رب، أوكي أنا رايح. وهني رايحين ابتدى هالقشورة يتوقع وجلدن يرجع طري زي الولد الصغير بيلمع حلو. كل البرص راح، 10 رجال اختبروا معجزة لأنهم إيه؟ أخذوا خطوة الإيمان، أخذوا خطوة الإيمان. كان في عجيبي؟ ما كانش في عجيبي. كان في أي إشي؟ كان في صلوات؟ كان في تسبيح؟ كان في أي مش عارف شو؟ دهنون بالزيت ولا إشي يسوع من قالهم بس بدك تطهر؟ خد خطوة الإيمان، روح عند الكاهن. وهن عم بيمشوا هاي الطاعة، وهن عم بيمشوا حصلوا على الشفاء، حصلوا على طهارة الجسد. شو بخبرنا الكتاب؟ فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت أو بصوت عظيم، وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. وبقول الكتاب وكان سامريا. 10 شفيوا، 10 كان عندهم إيمان، تبين كلياتهم كان عندهم إيمان، كلياتهم أخذوا الخطوة هاي، مش بس هذا الرجل، كلياتهم كان عندهم الإيمان. إذا بيخطوا لقدام وبروحوا لعند الكاهن رح يبرأوا. كان بيقدر يقولوا طيب احنا بورس اذا بدنا نقرب على البلد رح الناس تطردنا، رح الناس تعرف مننا، رح الناس ترجمنا بالحجارة، ممنوع نفوت بين الناس. ولكن امنوا. مين بيقدر يقول هدول ما امنوش؟ كلن امنوا مزبوط. كان ايمان قوي، قول كان ايمان قوي مزبوط. طلع عم معجزة صارت، ولكن يسوع بيسأل اين 9 الباقين؟
أين التسعة؟ ليه أين التسعة؟ لأنهم مع أنهم كلهم عندهم إيمان، مع أنهم كلهم عندهم كان ثقة أنه رح يشفوا وراحوا وشفيوا، بس واحد بخبرنا الكتاب رجع، رجع يمجد الله بصوت عظيم. شوف يسوع بيقول أليس العشرة قد طهروا بالآية 17؟ فأين التسعة؟ أين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجد لله غير هذا غريب الجنس؟ شايف حتى بنعد لأنه سامري غريب. ثم قال له قم وامضي إيمانك خلصك. بهي الفقرة الصغيرة شفنا نوعين من الإيمان. الإيمان الأول كان عندهم ثقة كلياتهم أنه رح تحصل عجيبة، بس مش كلياتهم خلصوا. كلياتهم كان عندهم إيمان أنه رح يشفوا، بس واحد إيمانه خلصوا. وهذا النوع من الناس موجود لهون لليوم. كتير ناس الله بيعمل بحياتها عجائب، كتير الناس الله بيشفيها، عندهم إيمان بيصدقوا الله بيشفيك، الله بيشفيني، بس مش كل الناس بسبب شفاء بتخلص. أين التسعة؟ هذا بيقول يسوع، أين التسعة الباقين؟ أين التسعة؟ وكأنه الله بيقول يعني ما فيش مين يرجع ويعطي مجد لله. الله بتوقع منا لما نحصل على شيء نرجع ونعطي المجد. وهي فكرة الرب لنا اليوم، هل نحن نشعر أن أنفسنا مديونين لله؟ فكر كم من مرة الرب أنقذك من الهاوية، كم من مرة الرب نشلك، بقول الذي أخذنا من المزابل وأجلسنا مع أشراف شعبه، كم من مرة الله شفاك، كم من الله خلصك من هلاك، خلصك من حادث، طلعك من ورطة مادية، طلعك من مرة، طلع ابنك، حما ابنك كان رح يموت، بس بطريقة عجيبة الله أنقذك، والله تعامل بحياتك وبحياتك. بس مش دائما نحن بنرجع وبنعطي مجد لله، هي المشكلة، مش دائما بنرجع. والله بيسألنا أين التسعة؟ كيف بدي أرجع أعطي مجد لله؟ إذا بتشعر نفسك مديون، هذا الإنسان ليش رجع؟ لأنه شعر نفسه مديون، أنا كنت هالك، أنا كنت الناس تعرف مني، الناس حتى تسبني، الناس تبزع علي، أنا كنت عايش زي الحيوانات برا، زي الوحوش، ما كان لي قيمة، مع إني أنا كنت محترم، أنا عندي عيلي، أنا عندي أولاد، بسبب مرضي أنا تركت أولادي، يمكن بسبب مرضي أنا تركت مرتي وتركت بيتي وتركت ممتلكات، مش قادر أتمتع بإيش الله أعطاني، وأنا عايش اليوم مع كم من واحد كمان أبرز، كلهم تعبانين، كلهم رحتهم طالعة، كلهم ناس تعرف منهم. هذا يسوع إجا نشلني من الهاوية، نشلني من الموت، أنقذني. كيف بديش أرجع على جكران؟ أنا مديون، كل عمري مش راح أسد الدين. وإذا بتفتكر هيك يا أخ، راح تقضي كل عمرك تخدم الله بأماني. ليه؟ بتقول أنا مديون، أنا مديون ليسوع بحياتي، أنا مديون لإله بكتير أشياء، عشان هيك راح أخدم ورح أعطي من مصرياتي ومن وقتي ومن راحتي، لأنه مهما عملت مش رح أقدر أسدد هذا الدين إني أنا كنت هالك. زي ما بقول الكتاب، ابني هذا كان ميتا عاش، كنت هالك، كان ضالا فوجد. هذا الإنسان رجع يمجد الله، وشوف شو بقول الكتاب، وخر على وجهه عند رجلين يسوع شاكرا له. والكتاب يقول وكان سامريا، قصد الكتاب يقول لك، وقعد تفكر عشان هدولش يهود شعب الله كانوا يتصرفوا، لا، الغريب اليهود ما كانواش يحبوا السامريين، كانوا يعتبرهم اعداء من قبل المسيح، من وقت خراب الهيكل، ما كانوا يختلفوا مع بعض على الاسفار المقدسه. حتى لما خربت اورشليم وقت بابل حاولوا يساعدون، لا تقربوش علينا، نحن بنبني اورشليم لحالنا، نبني
ما فيش علاقة بين السامريين وبين اليهود. بس الرب بيقول لك اوعك تفكر مش مهم هذا الإنسان غريب، هذا الإنسان يعني يعني مرفوض حتى من اليهود، بس الله ما عنده دقون مشطة. اللي بيرجع من قلبه مش مهم ايش خلفيتك، مش مهم ايش مين انت، مش مهم ايش شو كنت، مش مهم شو سويت، مش مهم مين عائلتك، مش مهم شو ايش كل هذا مش مهم. المهم انه هذا الانسان خلص. مبارك اسم الرب. الكتاب المقدس برسالة افسس الاصحاح الثاني بيقول وانتم اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا. انا كنت ميت، افتحوا معي افسس 2:1، انتم اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا. انتم كنتم امواتا بالذنوب والخطايا. شوف الآية 4، الذي هو غني في الرحمة. الله ايه؟ غني في الرحمة، من اجل محبته الكثيرة التي احبنا بها. شوف الآية 5، ونحن اموات، كمان دور، انا ميت كنت، ونحن أموات بالخطايا. شايف ليش بيجي الموت؟ الأجرة الخطية هي إيه؟ موت. مزبوط أنا باكل، مزبوط أنا بشرب، مزبوط أنا بشتغل، مزبوط أنا بروح وباجي، بس أنا ميت بالخطايا. ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، بالنعمة أنتم مخلصون. شوف الآية 6، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. يعني بقول أنا كنت ميت، وين الأموات بيكونوا؟ في القبور، تحت الأرض، وين العظام، وين الريحة، وين الدود، وين القرف، كل هذا الموت. بقول الله بسبب خطايانا كنا تحت، نحن أقامني مع يسوع وأجلسني مع يسوع في السماويات. كيف؟ في المسيح يسوع. كل اللي عمله هذا الرب ما بيستاهلش نرجع ونعطيه المجد؟ فكروا معي، قول معي، أين التسعة الباقين؟ أين التسعة يا أخوتي؟ الله أعطاك مواهب، الله أعطاك صوت، الله أعطاك فن، الله أعطاك إيدين تشتغل، الله أعطاك تكون مهندس، الله أعطاك تكون دكتور، الله أعطاك، الله. ما فيش فينا ناس ترجع وتعطي المجد أني أخدم الله بإيش أعطاني. كلنا بدنا نوعظ؟ لا، مش الكل رح يوعظ، مش الكل رح يرنم، مش الكل رح يوقف على المنبر، بس بإيش الله أعطاكم تقدروا تعطوا المجد لله. أين التسعة؟ الله زي بعاتبنا، أين التسعة؟ أين التسعة؟ شوف أعمال الرسل إصحاح 20، شوف واحد بشعر مديون للرب كيف بيحكي. أعمال الرسل إصحاح 20، مين هذا المديون؟ بولس. بولس، شوف إصحاح 20 شو بقول. آية 22 بقول بولس وها أنا ذاهب إلى أورشليم، أو أنا أذهب إلى أورشليم. آية 22 مقيدا بالروح لا أعلم ماذا يصادفني هناك. قال أنا طالع على أورشليم. بولس هذا كان يضطهد المؤمنين، كان يضطهد المسيحيين، صار يبشر وصار يكرز برسالة الإنجيل. بقول أنا رايح على أورشليم مقيدا بالروح، يعني الروح حصرني بدفعني حتى أروح على أورشليم. بقول لا أعلم ماذا يصادفني، حتى مش عارف شو رح يصيبني. ليه؟ لأنه في ناس تنبؤوا له أنه رح يقيدوك بأورشليم، يربطوك ويجدوك. شو بقول؟ أنا ذاهب إلى أورشليم لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح يشهد في كل مدينة قائلا أن وثقا وشدائد تنتظرني. أنبياء في الكنائس تنبؤوا بولس دير بالك أنت راح أورشليم، راح يربطوك، راح تيجي عليك شدائد اضطهادات، راح يكون أيام صعبة. ولكن شو بقول بولس؟
ولكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. عارف شو بقول؟ قال الروح القدس في أماكن كثير كان يشهد في كل مدينة قائلا أن وثقا وشدائد تنتظرني. تخيل الأخ يوسف الله بده يأتي يروح أنا عارف على أورشليم بتصدم مؤمنين كناس أخ يوسف نحن الرب كلمنا أنك أنت ناوي تروح على أورشليم ما تروحش لأنه هناك في وثق رح يربطوك رح يجلدوك رح يعذبوك رح 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 شو لو أنا واحد بتنبأ لي هيك يخلف عليك أخونا طمنتني خلص مش رايح بلاش ما حدا يروح أنا راح أعمل مشاكل أقتل حالي عشان يسوع هناك مزبوط مش كنيسة وحدي مش مدن صاروا يبعثوا لبولس يا بولس هذا اللي بينتظرك بأورشليم لو نحن منأخذ هذا الخبر نفعط وينك يا إجراي حتى بشكرك يا رب لأنك أنقذتني من الموت بولس قال إيش تنتظرني شدائد وثق ضيقات قال لا أحتسب لشيء يعني مش فرقاني ولا نفسي ثمينة عندي يعني أنا مستعد أموت لأجل يسوع وأنا مش هممني إذا بموت بس مهم لإلي إني أنا مديون لهذا اللي أنا اضطهدته دعيش كل عمري وأنا بموت بعيش مش فرقاني هذا الشخص زياد الأبرص لما ربنا تقابل معاه رجع وأعطى المجد لله هل أنت بدك تضلك مقوقع في حياتك مختبئ بس دائر حول أمورك أنت شفيت دائما شهاداتي من الماضي الله خلصني الله عمل لي بس حياتك اليوم ما بتورجي أنك إنسان مديون وعم توفي دينك للرب خلينا يا أخوتي نتعلم من هاي الفقرة خلينا نتعلم من الكلمات اللي قال بولس برسالة غلاطية بقول مع المسيح صلبت لأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيها أنا ميت أنا مصلوب نفسي ليست ثمينة عندي ليست ثمينة عندي رسالة كورنثوس الأولى صح السادس أقرأ لكم كمان آية وأنا بآمن إنه الله تكلم إلينا بهذا المساء كورنثوس الأولى الإصحاح السادس وتعال نشوف الآية 19 أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم والذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم أنا مش لذاتي أنا مش ملك نفسي ليه أننا لسنا لأنفسنا لأنكم آية 20 قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله تعرفوا من زمان كان يفهم الآية بطريقة أفضل مننا اليوم لأنه كان في إشي اسمه العبودية مزبوط كان في إشي اسمه عبد وسيد لما كان بنادم يشتري عبد هذا العبد ما إلوش أي حقوق بس هو 100% ملك سيده فبقول لما أنكم قد اشتريتم بثمن يعني في واحد دفع ثمني أنا ملكه الكنيسة الأولى لما اتخلصوا بنعمة يسوع كل وقت كان يقول أنا كنت عبد لإبليس اليوم أنا عبد ليسوع إما إحنا عبيد للخطية أو عبيد للبر إما عبيد للشيطان أو عبيد ليسوع لازم تختار عشان هيك بقول أنكم اشتريتم يعني في واحد دفع ثمني أنا مش ملك ذاتي أنا مزبوط
تخلصت من كتير أشياء. أنا مزبوط كنت ميت بالذنوب والخطايا، أنا مزبوط كنت خاطئ، أنا مزبوط كنت تعبان، أنا مزبوط كنت خهالك. في شيء يسوع رفعني، بس مش رفعني وزتني ولا لسه أسوي شر راسي، لا لا لا، أنا أخذني، اشتراني، دفع حقي. ليس فضة ولا ذهب، دم يسوع المسيح. مزبوط، هذا الثمن كان. أنا اليوم عبد ليسوع، عشانك أنا مديون للي اشتراني. وبولس بقول أنكم لستم لأنفسكم. كل واحد بعيش لذاته راح يخسر ذاته. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ مزبوط، كل واحد بعيش لذاته راح يخسر ذاته. حتى يسوع بقول من أحب أبا أو أما أو أخا أو أختا أو امرأة أو أولادا أكثر مني فلا يستحقني. من وجد نفسه يهلكها، ومن أضاع نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يجدها. ليه؟ أنتم لستم لأنفسكم. أنا اليوم دعيش للرب، أنا اليوم مش ملك يوسف. خلاص يوسف انزل عن العرش، أعطي العرش ليسوع. وعشان نكون عارفين، من زمان نحن بنفكر إنه كنا أحرار. إحنا شو الأحرار؟ إحنا كنا أحرار نعمل الخطية، يعني أعمل القرف زي ما أنت عايز، بس أنت عبد لرئيس هذا العالم. كنا بالطبيعة أبناء الغضب، بقول الله الكتاب. أحبني وأسلم نفسه من أجلي. إذن أنا مديون. عشان يا أخوتي، تعالوا نعيش الأيامات اللي بقيت لنا. ما بنعرف. يمكن أنا أكون طالع اليوم أموت. في ناس بتقول لنا موت بصير يرجرج. بدك تموت وبدي أموت. نقولنا أو نقولنا. يمكن اليوم، يمكن بكرة، يمكن كمان 20، يمكن كمان 50 سنة، بس كلنا رح نموت. فيش واحد بحيا إلى الأبد. مزبوط. شوف ما أحلى لما نيجي عند الرب تلاقي الملائكة واقفين على باب السماء، كليات القبضيات زي الأخ الياس وأبو ديابيكا، ملائكة ضخمين إلن عضلات. وبس يجيك هالأخ، بس يجي الأخ روحي بتمخطر هيك لابس أبيض، مش بدلي سودة، هيك أبيض من فوق لتحت. تلاقي الملائكة طلع عليه من بعيد وهزوا راسهم، واو هذا كمان واحد جاي من مفديي يسوع. وكلهم بيزيحوا هيك وبيفوت، وبيفوت. ويسوع بقول هلما يمباركي أبي رثوا الملكوت. أهلا وسهلا. ها ليه؟ أنا عشت للرب مديون، خدمت الرب وضحيت من وقتي، ضحيت من حياتي، ضحيت من 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 طاقاتي، من مصرياتي، من جزء. أنا للرب. أمين. أين التسعة؟ ارفع إيدك كله له أنياني أنا راجع يا رب. أنا بدي أرجع زي هذا اللي رجع السامري. خلينا نوقف ونصلي.